أسألك السؤال سيد أحمد، يعني بصراحة أجبني، يعني باعتقادك لماذا الديمقراط الكردستاني رشح السيد هوشيار زيباري رغم معرفته بأن السيد زيباري كان استبعد من منصبه الوزاري وزيرا للمالية ووزيرا للخارجية مرتين من قبل البرلمان؟ شوف، الديمقراطي الكردستاني نكاية بالسيد برهم صالح رشح السيد هوشيار زيباري، وكانت في المفاوضات التي تجري في بيت السيد مسعود برزاني كذا مرة اشترط أن ينسحب السيد برهم صالح بمقابل أن ينسحب السيد هوشيار زيباري من الترشيح. وهذا يعني المشادات السياسية بين الأقوام الأكراد جعلتنا اليوم إلى هذا ما وصلنا عليه. لو كنا من البداية مختارين اسم وعليه شائدة يمكن أن ينقذ الوضع الحالي اللي خرجت فيه ثورة تشرين بخمسمية شهيد، اللي شاهد العراق ما شاهد من مشاهد، وصلنا إلى نتيجة أن نكون اليوم عليه ما نحن عليه. نحن اليوم من لحظة انطلاق الانتخابات إلى هذه اللحظة كان بصددنا وبهدفنا أن يكون هناك تحالف عابر لجميع المكونات، ويكون تحالف طولي يجمع الجميع في كتلة قوية تنزل هي نفسها الكتلة تنزل إلى الانتخابات وتفوز في مقاعد وتدخل، مو تتحالف وراء الانتخابات، ويكون تحالفها على مصالح. هذه نظرة مثالية سيد أحمد، هذه نظرة مثالية في عالم السياسة لا يمكن أن تتحقق. لا، احنا كان مشروعنا هذا، كان مشروعنا مشروعكم هذا، ولكن مشروع مثالي يعني طوباوي، هذا الامر لا يمكن ان يتحقق حقيقة يعني. وفق التقاطعات والرؤى الموجودة في العراق بالحالة العراقية، انت ما قاعد في سويسرا، ما قاعد في دولة مستقرة، الكيانات السياسية مبادئها واضحة وتفاصيل، ما كل طرف مرتبط بطرف خارجي، الله يخليك، معظم الأطراف لديها أذرع مسلحة، معظم الأطراف لديها رؤى تتماشى مع رؤى أقليمية على سبيل المثال. هي هذه المشكلة الحقيقية اليوم أستاذ أحمد اللي موجودة في العراق. إحنا لو تخلصنا من هذه التدخلات الخارجية والتدخلات أيضا يعني اللي أوجدت اليوم تحالفات هشة، مثل ما رأيت أنت اليوم في أول انتخاب لرئيس الجمهورية، هذا التحالف يكاد أن يكون يعني بين الأطراف تكون مشادات. اليوم السيد مسعود برزاني إذا ما مش مرشح الديمقراطي الكردستاني سيكون لديه نظرة على التحالف أيضا. إحنا اليوم ما نريد نبني تحالفات على أساس مصلحية، تعطيني كذا وزارة أصوت لك، وإذا ما تعطيني كذا وزارة ما أصوت لك. وبعدين إحنا عندنا مشاكل اليوم في العراق جمة، عندنا اليوم قتل وقطف، عندنا ميليشيات مسلحة، عندنا سلاح منفلت في الشارع. هذه يحتاج أيضا لتحالف قوي داخل البرلمان.